الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات مادة السويتش جير أند بروتكشن، وبنتكلم فيها عن أول وأقدم وأبسط ديفايس من الأوفر كارنت بروتكتيف ديفايسز، الفيوز. المحاضرة تتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول وهو هذا الجزء بنتكلم فيه عن مقدمة ونظرة عامة عن الفيوز. في الجزء الثاني بنتعرف على كيفية الكوردينيشن أو التنسيق بين عدة فيوزز في الباور سيستم. وفي الجزء الثالث بندرس تأثير الحرارة الخارجية المحيطة بالفيوز على أداء الفيوز. فإذا موضوعنا في هذا الجزء هو نظرة عامة ومقدمة عن الفيوزز في الباور سيستم. طيب، الفيوز بكل بساطة هي قطعة معدنية صغيرة توصل على التوالي في الدائرة الكهربائية بحيث تمرر الكرنت في الحالة الطبيعية كأنها كوندكتر بشكل طبيعي، وتنصهر وتذوب في حالة مرور كرنت زائد عن القيمة الطبيعية. هذه الزيادة في الكرنت تسبب زيادة في الحرارة، واللي تسبب وصول الفيوز لدرجة الانصهار، وبالتالي تنصهر وتفتح الدائرة وتحمي السيستم من أي أوفر كرنت، سواء كان هذا الأوفر كارنت أوفر لود واللي تكون فيه زيادة الحرارة تدريجية ومرتبطة بزيادة التيار مع الوقت، أو شورت سيركت واللي يكون فيه الانصهار لحظي بسبب قيمة الكارنت العالية واللي تسبب وصول مادة الفيوز للميلتينج بوينت بشكل سريع جدا. فإذا قدرنا نحمي السيستم كومبوننتس على حساب الفيوز. طبعا المادة المعدنية المكونة للفيوز قد تكون تن اللي هو القصدير، أو رصاص، أو زنك، أو ألمنيوم، أو نحاس، أو غيرها من المعادن. وكل نوع من هذه المعادن له خصائص ومميزات وعيوب، ويستخدم لتصنيع أنواع معينة من الفيوزز حسب نوع الفيوز وحسب الأبليكيشن وحسب طبيعة السيستم اللي بتوضع فيه الفيوز. فإذا الفيوز تعتبر أقدم وأبسط نوع من أنواع الأوفر كارنت ديفايسز. طبيعتها انها تحس بالاوفر كارنت، وفي نفس الوقت هي اللي تفصل الدائرة، فلها خاصية الاحساس وخاصية الفصل، بعكس الهاي فولتج سيركت بريكرز مثلا اللي تحتاج الى ريليز وسي تيز للاحساس بالاوفر كارنت، وبنشوفها بالتفصيل فيما بعد باذن الله. ومثل ما ذكرنا الفيوز توصل على التوالي مع الاكوبمنت اللي بنعمل لها بروتكشن، وتكون سنجل فيس، يعني في حالة 3 فيس سيستم نحتاج 3 فيوزز، كل فيوز على فيس. طيب، من خواص الفيوز ان كل ما زاد الكرنت صارت عملية الانصهار اسرع، يعني العلاقة عكسية بين قيمة الكرنت وبين زمن الانصهار اللي هو زمن الفصل، وبنشوفه في التايم كرنت كاركترستكس للفيوز. وتستخدم الفيوزز عادة في تطبيقات الميديم فولتج واللو فولتج سيستمز، ولها استخدامات في الهاي فولتج. ومن خصائص الفيوز انها وان شوت ديفايس، يعني تستخدم مرة واحدة فقط، لأن مادة الفيوز تنصهر وتذوب تماما ولابد من استبدالها بفيوز جديد. وبشكل عام تعتبر الفيوز ديفايس مهمة جدا، ووسيلة فعالة وسهلة ورخيصة لحماية الإكوبمنت من أي دمج تسببه الأوفر كارنت كونديشنز. طيب، بشكل عام أحد تصنيفات الفيوزز هي في الهاي فولتج أبليكيشنز اللي فوق 1000 فولت، وفي اللو فولتج ابليكيشنز، وفي التطبيقات المينيتشر اللي هي صغيره جدا. هنا احد تصنيفات الفيوزز اي سي فيوزز ودي سي فيوزز. والاي سي فيوزز مثلا تنقسم الى هاي فولتج فيوزز ولو فولتج فيوزز، وكل نوع عنده عده تصنيفات. هنا بعض اشكال الفيوزز المستخدمه في الباور سيستم، مثلا لحمايه محولات التوزيع الموجوده في الاحياء والمناطق السكنيه، او مثلا الموجوده في عدادات الكهرباء، أو حتى في التوصيلات الكهربائية، أو الفيوزز الصغيرة اللي تكون مع السنسورز أو الكنترولرز الموجودة في السيارات. فإذا من أهم مميزات الفيوز أنها رخيصة وفاست أوبريتنج، ومبدأ عملها أوتوماتيك بدون أي تدخل أو الحاجة مثلا لأذر كومبوننتس مثل الريليز أو الكرنت ترانسفورمرز أو الفولتج ترانسفورمرز، إضافة إلى أن التايم كرنت كاركترستكس للفيوز تسهل عملية استخدامها لتطبيقات الأوفر كارنت بروتكشن. طيب، ومن عيوب الفيوز أنه يجب استبدالها يدويا بعد ما تنصهر وتفصل السيركت، وطبعا هذا يحتاج وقت لعمل الريوايرينج
أو استبدال الفيوز بفيوز جديدة. بما أن الفيوز تستخدم على سينجل فيس فقد تسبب ما يسمى بالموتور سينجل فيسينج، وهذه تحصل في حالة أن الفيوز الخاص بأحد الفيسز فصل والأذر فيوزز ما زالت في الخدمة، فقد يستمر الموتور في الدوران، فهذه التو فيسز تسحب هاي كارنت وتسبب مشاكل في الإنسوليشن. طيب، من أهم الدراسات الخاصة بالفيوز هي معرفة العلاقة بين الكارنت اللي يمر في الفيوز مع الوقت اللي يحتاجه الفيوز لانصهار وفتح الدائرة، وهو ما يعرف بالتايم كارنت كاركترستكس. وهذه العلاقة العكسية تمثل عادة على شكل منحنيات، وقد تكون على شكل جداول، لكن بيكون تركيزنا هنا على المنحنيات وهي الأكثر استخداما من الجداول. فالتايم كارنت كاركترستكس الفيوز يمثل بتو كيرفز. المنحنى الأول يسمى بالمينيمم ميلتينج كيرف، يعني زمن بداية انصهار الفيوز، والمنحنى الثاني يسمى توتال كليرينج كيرف، وهو زمن نهاية انصهار الفيوز تماما وفتح السيركت. فهذا شكل التايم كارنت كاركترستكس لأحد الفيوزز، هذا المينيمم ميلتينج كيرف اللي هو هذا الكيرف، وهذا التوتال كليرينج تايم اللي هو الماكسيمم كليرينج كيرف. طيب، نفرض مثلا قيمة الكارنت هنا في هذه النقطة، كيف بيكون تقاطعها مع المينيمم ميلتينج كيرف ومع التوتال كليرينج تايم؟ فهنا هذا زمن بداية انصهار الفيوز مثلا عند ربع ثانية، وهذا الزمن مثلا نص ثانية هو نهاية الانصهار وذوبان الفيوز تماما وفتح الدائرة، يعني الزمن اللي يحتاجه الفيوز من بداية الانصهار وحتى فتح الدائرة تماما في هذه الحالة هو ربع ثانية. طبعا هذه الكيرفز مهمة جدا في عملية الكوردينيشن بين الفيوزز واللي بنشوفها فيما بعد. طيب، احيانا يكون التمثيل بواحد من هذه الكيرفز، اما المينيمم ميلتينج تايم او الماكسيمم كليرينج تايم او بالافرج. مثلا عندنا هنا ما يسمى بالفاميلي اوف كيرفز، يعني كيرف واحد فقط قد يكون الافرج، والشركة المصنعة صنعت عدة ريتينجز. فعندنا هنا فيوز عنده الريتد كارنت 5 امبير، وفيوز ثاني 15 امبير، وهكذا الى 100 امبير. فنقدر نستخدم اي واحد من هذه الفيوزز بناء على الريتد كارنت للسيركت اللي نبغى نعمل لها بروتكشن. فمثلا لو كان عندنا الريتد كارنت لللود مثلا 50 امبير، بنختار له هذا الفيوز 60 امبير، ويكون اداؤه في السيركت تبعا لهذا الكيرف حسب قيمة الكارنت اللي يمر في السيركت. طبعا عادة في دراسات التايم كارنت كاركترستكس لأي اوفر كارنت ديفايس سواء فيوز او بريكر او غيرها، يكون تمثيل محور الكارنت والتايم باللوغاريتميك سكيل عشان يعطينا مساحة لعدة قيم ممكنة للكارنت وللتايم. لانه من الممكن ان تكون قيمة الكارنت مثلا 10 امبير، وهذا طبعا عند الظروف الطبيعية، ومن الممكن انها تكون مثلا لنفس السيستم 1000 امبير او اكثر او اقل، وهذا اثناء الفولت. فلو استخدمنا اللينير سكيل العادي لا يمكن اننا نغطي الرينج الكبير وهذا العدد الهائل من الاعداد بين العشرة امبير والالف امبير، فاستخدام اللوغاريتميك سكيل يسهل هذه العملية. فمثلا عندنا هنا 10 20 30 40 الى 100، وبعد 100 200 300 400 الى 1000، وهنا 2000 3000 4000 الى 10000. فالمسافة مثلا هنا لا تساوي المسافة هنا، هنا عندنا 1 وهنا عندنا 1000، رغم انها بالنظر نشوفها متساوية، لكن بسبب استخدام اللوغاريتميك سكيل صارت بهذا الشكل. طيب، ناخذ هنا سيمبل اكزامبل يوضح كيفية عمل سايزنج للفيوز المناسب للود معين. عندنا سينجل فيس سيستم، الفولتج 230 فولت، واللود عنده الاكتف باور 8 كيلو واط عند 0.85 باور فاكتور. المطلوب نحسب الريتد كارنت المناسب للفيوز اللي بنختاره. طيب، الخطوه الاولى هي حساب قيمه النورمال كارنت اللي يسحبه هذا اللود، يعني باستخدام الاكويجن المعروفه الكارنت يساوي الاكتف باور على الفولتج مضروب في الباور فاكتور، ويعطينا 40.921 امبير. واحتياطا القيمه هذه نحتاج نضربها في فاكتور معين، تختلف بعض الستاندرز في اختيار هذه القيمه، تدخل فيها عدة اعتبارات من ضمنها نوع الاكوبمنت اللي نبغى نعمل لها بروتكشن، هل هي موتور ولا ترانسفورمر او اي اذر اكوبمنت، وهل اصلا بتكون هذه الاكوبمنت محملة دائما 100% ولا مثلا التحميل عند 80 او 90% وغيرها من الامور.
فكل هذه الأمور ما راح ناخذها في الاعتبار حاليا، وبنفرض أن اللود simple load مثلا lighting أو heating load. فحسب بعض الستاندردز عادة تكون قيمة هذا الفاكتور بين 1.2 و 1.3. فإذا نضرب 40.921 في 1.3 ويعطينا 53.197 أمبير. فنختار أقرب قيمة ستاندرد ومتوفرة للريتد كارنت للفيوز وهي 60 أمبير. فإذا هذه هي التايم كارنت كاركترستكس للفيوز اللي اخترناه لعمل بروتكشن لهذا اللود مثل ما هو جيفن من الشركة المصنعة في الداتا شيت الخاصة بهذا الفيوز. طيب بنشوف هنا الريسبونس لهذا الفيوز عند عدة قيم للكرنت، عند 10 أمبير و100 أمبير و200 أمبير و400 أمبير و10000 أمبير و100000 أمبير. طيب عند 10 أمبير واضح أنه في النو تريب زون وأنه ما في أي تقاطع للكرنت مع الكيرف الخاص بالفيوز. طيب وفي حالة 100 أمبير برضو في النو تريب زون، فما راح يفصل الفيوز ابدا لانه ما في تقاطع لقيمه الكرنت مع الكيرف الخاص بالفيوز. اما في ال 200 امبير واضح ان هذه القيمه تقاطعت مع الكيرف الخاص بالفيوز عند تقريبا 100 ثانيه، فمعناه اذا استمر ال 200 امبير لمده 100 ثانيه الفيوز بيفصل. طيب 400 امبير تقاطع مع الكيرف عند تقريبا ثانيه، يعني لو استمر ال 400 امبير لمده ثانيه واحده بيفصل الفيوز. أما عند العشرة آلاف والمية ألف أمبير فواضح من هنا أن الفيوز بيفصل بشكل لحظي. فإذا في حالة العشرة أمبير والمية أمبير الفيوز ما راح يفصل أبدا، في حالة الميتين أمبير الفيوز بيفصل بعد 100 ثانية من الكرنت فلو، وأي قيمة أقل من 100 ثانية ما راح يفصل فيها الفيوز حتى لو كانت قيمة الكرنت 200 أمبير. فالشرط حسب الكيرف أنه يجب أن يستمر الميتين أمبير لمدة 100 ثانية وبعدها يفصل الفيوز. ونفس الكلام للأربعمية أمبير، الفيوز بيفصل بعد ثانية واحدة من الكرنت فلو وما راح يفصل إذا كان الأربعمية أمبير استمر لأقل من ثانية. أما في العشر آلاف والمية ألف أمبير الفيوز بيفصل بشكل لحظي. طيب هنا مثال على 3-phase system، عندنا هنا main feeder وهنا 20 كيلو وات لايتنج لود وهنا 30 كيلو وات هيتنج لود وكلها عند يونيتي باور فاكتور. وبنفس طريقة السنجل فيس نحسب الكرنت. طبعا بما أن السيستم 3 فيس فنضيف هنا في المقام جذر 3 لحساب قيمة الكرنت. فإذا هنا قيمة النورمال كرنت 27.8 أمبير، فنختار فيوز 32 أمبير، وهنا بنفس الطريقة نختار 50 أمبير. أما في المين فيدر النورمال كرنت هو مجموع الكرنت في اللودز، وفي النهاية نختار فيوز 80 أمبير. طبعا هنا ما ضربنا في السيفتي فاكتور 1.3، الأمر متروك حسب الرغبة وحسب رؤية المهندس وهل يبغى يوصل مثلا لمرحلة الأوفر سايزنج، يعني قيمة الريتد كرنت للفيوز أعلى بكثير من قيمة النورمال لود كرنت. وطبعا مثل ما ذكرنا سابقا هنا عندنا سيمبل لايتنج وهيتنج لودز، أما لو كان عندنا موتورز فتدخل في الحسابات الإفشنسي وكم قيمة ومدة ستارتنج كرنت، ولو كان عندنا ترانسفورمر نحتاج نعرف كم قيمة ومدة الانرش كرنت، وهذه التفاصيل بنتكلم عنها فيما بعد في مواضيع السيركت بريكرز ومواضيع ترانسفورمر والموتور بروتكشن. فإذا هذا السيستم يقودنا إلى موضوع مهم جدا في عالم البروتكشن وهو الكوردينيشن. فمثلا لو حصل فولت هنا المفترض هذا الفيوز فقط اللي يفصل، كل الفيوزز الأخرى تظل على وضعها الطبيعي عشان ما نقطع الباور عن أحمال ما تضررت من هذا الفولت. ونفس الكلام لو حصل الفولت هنا فقط هذا الفيوز من المفترض أنه يفصل، فأقرب فيوز للفولت هو المفترض اللي يفصل. طيب لو ما فصل أقرب فيوز للفولت، هنا يبدأ خط الدفاع الثاني وهو الباك أب فيوز بعد فترة زمنية تسمى الكوردينيشن انترفل أو الديسكريميشن انترفل، ويكون هذا الفيوز هو أقرب أعلى فيوز للمين فيوز، يعني هذا الفيوز. فموضوع الكوردينيشن بين الأوفر كارنت ديفايسز بشكل عام يعتبر من أهم المواضيع في البروتكشن، فموضوعنا في الجزء القادم بإذن الله بيكون عن الكوردينيشن بين الفيوزز في الباور سيستم.